نفسي حد يقول لي خد دراعي خد المشيكات وعليا كون طربت خد العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اخر يا معلم مش بالساهل ده دي الليلة تكاليف مصاريف كسوة شتا صيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب تعالى دي الليلة أنا دي النهار في الساقية دور والشعر شاب وأنا لسه شاب إشي وصل مية ووصل نور الصبر من عندك يا رب العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل نادي الليلة تكاليف مصاريف كسوة شتا صيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب على دي الليلة خلاص ريحوا نفسكوا انا خلاص فسخت الخطوبة احسن حاجة خير ما عملت اشتريت نفسك والله انت الكسبان ما تسكتي بقى سيب الراجل في حاله هو انا اتكلمت من ساعة ما جيت يا خسارة جدا انا كنت حاطط امل ان ميس نادية دي لما تخش الوزارة هتزبطني في امتحانات السنة دي فيوم 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 يا استاذة يلا اللي جاي الفيوم فيوم 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 طمية طمية يلا اللي جاي الفيوم فيوم فيوم طمية 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 جاي السنور يا السنور يا اتنين فيوم اتنين فيوم 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 يا استاذ جاي السنور يا طمية فيوم 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 بتروح ميت ابو الكار يا ابني دي فين دي يا حاجة دي اكا قرب السكة الجديدة يعني ما تعرفيش في انهي محافظة ولا في انهي مركز كده يا حاجة يا ابني ما تتعصبش عليا انا لو اعرف في انهي مركز كنت لفيت على كعوب رجليها من صباحية ربنا وكل ما اروح موقف يقول لي سالي في الموقف التاني طب معكيش اي نمرة اي حد نتصل بيه يوصف لنا السكة فين وانا عنيا الاتنين اقولك تركبي منين بالصراحة لا الله ميت ابو الكار دي اشهر من نار على العالم انت ازاي ما تعرفهاش لا انت باين عليك سواق جديد هو جرى ايه في الدنيا طب استني بس يا حاجه استني يا عم ميت ابو الكار يا حاجه قولي لي بس فين طب استني بس يا حاجه يا عم ميت ابو الكار لا حول ولا قوه الا بالله ما تعرفش ميت ابو الكار ما اعرفش ميت ابو الكار دي فين ده عالم غريب وبسؤال المتهم عن علاقته بالمجني عليه ابو زيد السيد سطوحي اجاب انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده يا باشا ولو حضرتك عايز تعرف الحقيقه اديني الامان يعني ايه اديك الامان من مين الامان يا باشا من حسام باشا الوحش ده ظابط المباحث اللي قبض عليك مش كده ما قبضش عليا يا باشا ما قبضش عليا انا هقول لحضرتك الحكايه من طقطقه للسلام عليكم الموضوع يا باشا ان انا حبيت واحده وخطبتها ولاجل حظي الاخبر دخلت دماغ حسام باشا وعجبته وراح قال لي كده بصراحه وبصنعه لطافه ابعد عنها صبري بدل ما اسيك فانا قلت في عقل بالي ده العمر واحد والرب واحد هو النفر مننا يعني بيحب كام واحده في حياته ويخطبها عشان يسيبها كده بسهوله فقلت له لا يا حسام باشا انا مش هسيب خطيبتي ابدا راح جررني بالعنف يا باشا وبالقوه على الاسم ومضيني على المحضر اللي قدام سعادتك ده اللي والله العظيم ثلاثة يا باشا انا ما اعرفش هو مكتوب فيه ايه اصلا انت عندك شهود يا ابني بالكلام اللي بتقوله ده شهود ياما يا باشا بقول لحضرتك ده داخل خارج على خطيبتي عشان يمايل عقلها كل اهل المنطقه شاهدين عليه واختي كمان وخطيبتي يا باشا ابعت اسالها هتقول لك انه كان بيشوه صورتي قدامها ماشي يتم استدعاء كل من خطيبه المتهم واخته وضابط المباحث وخد منه اساميهم الثلاثيه ايه يا مينو يا حبيبتي ما بترديش عليا ليه بدل انتي صاحية؟ مالك يا قلبي في ايه؟
لا 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 يا خبر، مين الحيوان اللي قهرك كل القهر ده؟ قوليلي، حد من الجيران ولا زميلك في المدرسة؟ هي مامي قالت لك حاجة؟ وهي من امتى مامتك بتقولي على حاجة تخصكم؟ امال انت ليه قلتي ان اللي مضايقني ولد؟ بس توقعي طلع صح. بصي يا قلبي، انا وانا في سنك كده كنت حلوة، بس انت احلى، انت زي القمر. بس انا بقى ما خليتش ولا ولد من الشبان اللي في الشارع ما حبيتوش. ما خلصت على الشارع رحت رايحة على كل زمايلي اللي في المدرسة، خلصت عليهم رحت على أولاد العيلة، وبعدين في الآخر خلصت على المدرسين كمان. في كل مرة كنت أقعد أعيط وأتقهر كده زيك، بس اكتشفت إن هو كان حب من طرف واحد، وقررت بقى لما أتجوز جدك عبده أطلع عليه كل النكد والقهر اللي قهروني. لا ومش كده وبس، كل مرة كنت اتصدم صدمة كبيرة واحس ان انا خلاص نهاية العالم، زي الصدمة العاطفية اللي انت فيها دلوقتي. لكن ولا يهمك، اي الصدمة دي مناعة هتقويكي لاي تجربة جاية. وانا فيها نفس تجربة جاية اصلا؟ الله، طبعا طول ما انت زي القمر كده هنجرب تجارب كتير، بس ان شاء الله تكون كلها كويسة. يا فندم الولد ده كذاب، واللي يخلي الولد ده يدعي ان انت تعرف خطيبته؟ هي اصلا مش خطيبته، يعني انت تعرفها فعلا. وانا اعرفها، بس هو بيحكي الموضوع بطريقه ممكن تاذيني. اسمع يا حسام، المديريه اللي من دول معلومه، اي ظابط بيغلط قد انت شايف الميديا بتعمل فيه ايه، ولو في اي حاجه شخصيه بينك وبين الولد ده يا ريت تعرفني قبل ما تطلع النيابه، لان انا كمان ممكن اتاذي لو انت ما صرحتنيش. هقول لك ايه بس يا فندم، هو الموضوع كله على بعضه متلخبط لخبطه غريبه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كمان، يا منك لله يا بعيده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. في ايه هي؟ في ايه؟ فين طالبنا في النيابة أنا وأنت بكرة الصبح، وكل ده من تحت راسك أنت والزفت اللي اسمه حسام. طب اهدي بس، اهدي كده وفهميني أنت بتقولي إيه. حسام قبض على أخويا ولبسه قضية، كل ده عشان بيحبك وعايز يتجوزك. بس مستحيل حسام يعمل كده. أهو عمل يا حبيبتي، وأخويا الغلبان أهو محبوس، وكل ده منك أنت، وأنا اللي كان قلبي واكلني عليكي ومش عايزاكي تمشي من هنا. ده انا دلوقتي بقولك مش عايزاكي، قولي في 60 دقيقة. تعيطي ليه بقى؟ خلاص الراجل طمنا يا ستي. بالنسبة لموضوع الضرايب ما فاتش على النشاط سنة، يعني ممكن تعملي تصالح وبطاقة ضريبية والموضوع ينتهي. بالنسبة للمصنفات يعني آخرها غرامة يعني. أنا مش بعيط عشان الموضوع ده يا عبد العزيز، أنا بعيط عشان حاسة بالظلم من ميس نادية. ما كل المدرسين اللي في المدرسة بيدوا دروس، اشمعنى تعمل معايا أنا بالذات كده؟ لعلمك بقى هي عندها حق. نعم؟ آه طبعًا، لأن كل المدرسين اللي في المدرسة ما فيش صلة قرابة بينهم وبين ميس نادية، لكن لو تعرف صلة القرابة اللي بينك وبين ميس نادية أكيد هيبقى موقفها وحش جدًا في حكاية ترشحها للوزارة. طب ممكن بقى ما تجيبليش سيرتها تاني أبدًا؟ خلاص يا ستي، خلاص ما تزعليش، خلاص. حاسب! يا ساتر يا رب، يا ساتر يا نهار اسود. كابتن يا كابتن، انت موت الراجل يا عبد العزيز. موته ايه؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله شيل عينك. لا موته. افتحي افتحي الباب اللي ورا، افتحي الباب اللي ورا. انت هتعمل ايه؟ هنوديه على المستشفى بسرعه. على مهلك، على مهلك، على مهلك، عشان لو في كسر ولا حاجه. على مهلك، اطلع بالراحه، اطلع بالراحه. انا هكلم حسام يجينا على المستشفى. يا بسرعه بسرعه. ايوه كده، حلو قوي كده. سيبه بقى، سيبه. السلام عليكم. الله ينور، الله ينور، متشكرين يا كابتن. شيل الموتوسيكل يلا. يا ساتر يا رب، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا عارف اتاخروا ليه عند المحامي ده، ما بيردوش على تليفوناتهم. انا بس كنت عايز اعتذر لجميله عن الموقف السخيف اللي حصل ده. جاري يا استاذ عليوه، ما انا قلت لك قبل كده ان انت مش غلطان. هو احنا اللي هنقوله ونعيده؟ ما تنساش ان ميس ناديه دي تبقى مديرة جميله في المدرسه، يعني تعرفها قبل منك. وانا مش معقول اسيب بيت ابني بيتخرب واقف اتفرج. وانت مين اللي قال لك بس ان بيته هيتخرب واحنا نقف نتفرج؟ احنا منتظرين بس نعرف المحامي قال ايه بالظبط، وعلى الاساس ده احنا هنتصرف. جميله كلمتني في التليفون. يا سلام، يعني قاعد بكلمهم الصبح وفي الاخر يكلموك انت؟ قالت لي ان المحامي طمنهم وهيروحوا يتعشوا بره. طيب اروح انا بقى.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كريم يا كريم. ايوه لله. خد يا كريم الظرف ده لما ماما تيجي ادهولها. ده في ايه الظرف ده؟ انت مالك يا حشري؟ في ممنوعات اوعى تفتحه لما ماما تيجي ادهولها، فاهم؟ يلا يا عبدو. يلا سايبيننا هنا في الهريه والنكته وهم بيتعشوا. يلا يلا يلا. المهم يبقوا مبسوطين. انا كلمت ماما قلت لها ان احنا بنتعشى بره عشان ما تقلقش بس لحد ما نعرف هنعمل ايه. كويس كويس كويس. انا بابا وعمي عمالين بيكلموني على الموبايل طول الوقت، رحت قفلته. طيب كويس احسن برضه. مفيش اخبار عن اللي جوه ده؟ مفيش اي اخبار. ربنا يستر ربنا يستر. بقالهم كتير قوي محتاجين دم او نيجاتيف حالا. انا دمي او نيجاتيف. اتفضل معايا لماما. ماشي اتفضلي. جميلة خير يا جميلة؟ ايه اللي حصل؟ الحق يا حسام، عبد العزيز قتل واحد. ايه؟ الحمد لله طمنا عليهم. انا كنت مرعوبة وقلقانة لولا المحامي طمنهم. عبدو عبدو انت نقلت التلفزيون من هنا؟ وديته فين؟ بعته. بعته؟ وبعت الساعة بتاعتي وفكيت الشهادة اللي في البنك بعشر تلاف جنيه. ليه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر ارجعلك دي. ايه ده؟ انت جبتها منين دي؟ من يوم ما اتجوزنا واي ازمة احنا بنمر بيها كنت بتبيع حتة من الذهب بتاعك، بس عمرك ما قربت من دي لان دي بالنسبة لك عزيزة عليكي قوي. ديت هدية مامتك ليكي يوم جوازنا. بجد يا عبدو انت اطيب واعظم راجل في الدنيا. ربنا يخليكي ليا. انا بالمناسبه انا عاوز افهم انت عملتي كل ده عاوزه الفلوس في ايه؟ انا هقول لك. وانا قاعده انا وجميله كنا بندردش مع بعض، وقعت كده بالكلام معايا وقالت لي انه مصاريف الولاد بتاعه المدرسه ما دفعتش لغايه دلوقتي، وانا عارفه ان ظروفهم يعني مش قد كده، قلت مش مشكله استغنى عن السلسله، المهم اساعدهم بحاجه. جميله جميله يا سكينه. عبدو بس انا مستغربه، انت عرفت الراجل اللي انا بعت عنده السلسله دي ازاي ومنين؟ مش عارف ساعات كده بيهبط عليا النوم. تصبح على خير. لا عبدو. تصبح على خير. عبدو. تصبح على خير. عبدو انا وراك. ده هيروح على عمليات فورا. يا ابني عمال ادور على فصيله الدم اللي انت بتقول عليها دي مش لاقيه. يا ستي والله العظيم لو عندنا احنا مش هنتاخر، ولكن الاو نيجاتيف دي فصيله نادره جدا، من الصعب ان انا اجيبها. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ بنتي هتروح مني. يا دكتور بعد اذنك هو انا ينفع اتبرع تاني؟ لا طبعا ما ينفعش، حضرتك لسه متبرع حالا. الحقني يا ابني ابوس ايديك. والنبي ابوس ايديك. حاضر حاضر. بعد اذنك يعني انا هتبرع وعلى مسؤوليتي. بس عبد العزيز مش غلطان، الولد اللي سايق الموتوسيكل طلع فجاه، فعبد العزيز ما لحقش يفرمل. سلامتك يا حبيبي، هروح اجيب لك عصير. ازيك يا حسام؟ ازيك يا زيزو؟ تعالى. معلش انا عارف انك تعبان، بس انا عايزك تركز معايا بس في الجملتين اللي هقولهم لك دول. لان الضابط دلوقتي هيجي هيعمل المحضر، مش عايزين نقول كلام يا عبد العزيز يودينا في مصيبه. الراجل اللي جوه ده كان سايق الموتوسيكل عكس اتجاه الطريق. ايوه بس انا برضو كنت غلطان. ما هو ما ينفعش الكلام ده يتقال في محضر يا عبد العزيز، ما توديناش في داهيه. من فضلك يا عبد العزيز اسمع كلامه عشان خاطري. انت اللي هتوديني في 60 داهيه يا جميله. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ مش انت اللي كنت عماله بتعيطي وانا بصصك ساعه ما لبست في الراجل؟ يعني انا في الاخر اللي غلطانه يا عبد العزيز؟ ماشي، مش انت يعني اللي ما كنتش باصص قدامك وخبطت الراجل الغلبان؟ ما انا ما كنتش باصص. ليه؟ مش عشان باصص لي كنت بتعيطي؟ ايوه. الرائد احمد عبد الكريم، استاذنكم تعيدوا كل الكلام ده في محضر رسمي. معك تفاح؟ يعني خلاص خلاص يا عبدو، الفلوس اتسرقت بجد المرة دي. ما رضيناش نقول لك، على أمل يعني إن الفلوس ترجع. يا عيني على حظك يا سكينة، يا عيني على بختك. وأنا اللي قلت الفلوس جت وعشمت نفسي هوضب البيت وهعيش الكام يوم اللي باقيين لي في حياتي مرتاحة ومبسوطة.
قمت اتسرق الفلوس بجد. خلاص بقى سكينة خلاص. واضح ان الفلوس دي منقوق عليها من الاول وهي نصيبها تتسرق. عشان كده كنت بتراقبني تمشي ورايا، بتشك فيا يا عبدو، بتشك فيا. معلش انا غلطان، ارجوك يعني لو هتاخدي رد فعل كده زي ما خدتيه قبل كده وهتسيبي البيت، ارجوك ما تسيبيش البيت. ازاي تفكر يا عبدو ان انا ممكن اعمل فيك حاجه زي دي؟ وزة شيطان. وبصراحه عبد العزيز هو اللي كبرها في دماغي. عارف يا عبدو، لو عشت الرعب والعذاب اللي تعذبته لحظة ما اتسرقت الفلوس مني بجد، ما كانش ممكن أبداً أبداً تفكر ولو ثانية واحدة تعيش أي حد اللحظة البايخة دي، حتى لو كان عدوك مش أنا. أنا آسف. لا يا عبدو، أنا اللي آسفة. على إيه بس؟ آسفة على إني وثقت فيك ورجعت معاك وإنت بتشك فيا وبتراقبني يا عبدو، أنا آسفة. صباح الخير. صباح الخير يا جميل. الراجل فاق ولا لسه؟ سألت عليه قالوا لي لسه ما فاقش. قلت ايه لياسمين والكريم؟ ما شفتش ياسمين، بس كريم سألني عليك قلت له ان انت هتبات في المستشفى مع واحد صاحب. انا لولا حسام كان زماني بايت في التخشيبه دلوقتي. هو الضابط مشكورا بصراحه سابك على ضمانتي الشخصيه، بس على فكره يا زيزو الكلام اللي انت قلته في المحضر ده هيخلي وضعك صعب قوي في النيابه. انا شايف يا جماعه ان انتوا لازم تكلموا محامي بصراحه. انا كلمت المحامي اللي احنا كنا عنده امبارح، قال لي هيبعت لنا حد على النيابه. نيابه؟ كويس انك فكرتيني. زيزو انا اسف، انا لازم امشي دلوقتي لاني هروح البيت، لسه هغير هدومي لان انا كمان رايح النيابه. عندك شغل ولا ايه؟ يا ريت. انا رايح متهم. متهم؟ مش عايزكم تسالوني ولا سؤال لان انا نفسي مش عارف ولا حاجه. لما هعرف هبقى اكلمكم اطمنكم. يلا السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام. ضابط ومتهم، ده فيها اعدام على الاقل. يا ابني انت يا ابني خد ايه ده؟ يا رجلي انت بتعمل ايه هنا وليه انت؟ ولا حاجه يا ابني، انا كنت ماشيه وبعدين رجلي وجعتني قلت اقعد استريح شويه اخد نفسي. تستريحي ولا بتشحتي؟ لا 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 يا ابني، حمد الله ما بيني وبيني الشحاته. لا اشحت ايه؟ طب ده انا بنت ناس، انا ابويا من اعيان كفر ميت ابو الكار. انت هتستهبلي؟ انا شايفك بعينيا اللي هياكلها الدود وانت بتاخدي الفلوس من الراجل. لا يا ابني، انا كنت قاعده في حالي وجه الراجل اداني فلوس معرفش ليه. اسمعي وليه مكحيانه انت، المنطقة دي ليها كبير وانا كبيرها وكل اللي فيها شغالين عندي. انما بقى لو عايزة تستريحي وتتفخفدي فهنا في فيزيكا لازم تدفع. ادفع يا اخويا ادفع، بس
بس انا معيش فلوس. يبقى توريني بقى عرض قفاكي وتمشي من هنا احسن لك. حاضر، بس الهي لا يسيئك، اخد نفسي بس الاول. مفيش حاجه اسمها نفسك. اما اقول كلمه تبقى هي كلمه. قومي. معلش. امشي من هنا بدل ما اعمل معاك العوا. وهات الفلوس دي. طيب يلا. طيب الشبشب. شبشب امشي. حاضر حاضر. يعني حضرتك ما بتنكرش معرفتك بخطيبه المتهم وانك اتقدمت لها؟ يا فندم انا اتقدمت لها فعلا، وهي اصلا مش خطيبته. دخل المتهم وخطيبته. صباح الخير. صباح النور. دلوقتي انسه كاميليا، حضره الضابط بينكر انك خطيبه المتهم. لا يا فندم، هو انا فعلا خطيبته. يا حبيبتي يا كاميليا، سمعت يا باشا؟ ايه يا كاميليا اللي انت بتقوليه ده؟ انا وقت ما تقدمت لك كان الواد ده خطيبك؟ ايوه بالظبط يا فندم، حتى هو جاب لي الشبكه دي في خطوبتي. صح يا حبيبي؟ صح يا حبيبتي. سامع يا باشا؟ اكتب الكلام ده يا باشا. كتبت ان هو جاب لي الشبكه دي؟ حلوه قوي. الشبكه دي انا من يوم ما شفتها وقلت ان ثمنها مستحيل يقل عن 100,000 جنيه. وفعلا رحت للمحل اللي كان اسمه مكتوب على العلبه اللي كان فيها شك، واكد لي ان ثمنها 150,000 جنيه وان صبري دفعهم كاش. وجبت منين ال 150,000 جنيه يا صبري؟ ما 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 الله يخرب بيتك يا كاميليا، الله يخرب بيتك وتديني في داهيه. اهو انا يا فندم دلوقتي رسمي، انا مش مخطوب. شكل حياتي مشاكلي، نومي واكلي حكايتي حكاية، دنيتي مرة ناس تضحكلي، وعشرين مرة ما انت معايا. عمري كبرت عليك، كبرت عليك. تعبانين الا لزيزو، زعلانين الا لزيزو، تعبانين الا لزيزو، زعلانين الا لزيزو. ايوه انا زيزو، ايوه انا زيزو.